اشتداد معاناة السكان في العديد من المناطق بسبب الثلوج. للسيدات والسادة النواب المحترمين الفريق الاشتراكي. الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمين، طبيعة الحال أن هذا السؤال أصبح يعيد أو يطرح نفسه بنفسه، لأنه يتعلق بالمناطق الجبلية والمناطق القروية. هذه المناطق المهمشة اقتصاديا واجتماعيا، ومن المؤكد أن كل ما كانت شدة البرد أو الحرارة أو الفيضانات أو الثلوج إلا وتعيش واحد الأزمة خانقة، إلا وتعيش واحد العزلة شبه تامة. السؤال ديالنا السيد الوزير، ما هي الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل رفع هذا التهميش في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية ورفع معاناة هذه الساكنة المحاصرة بالثلوج؟ وشكرا. شكرا. جواب السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، السيد النائب المحترم. أنا يمكن لي نقول بأن ماشي الإجراءات اللي تتعتزم الحكومة أنها تقوم بها التي قامت بها، يعني لأن هذه إجراءات منذ عدة سنوات، خصوصا منذ 2007 عندما وقعت يعني الحادث ديال أنفجو. هناك الآن يعني برنامج سنوي تقوم به الوزارة عند اقتراب يعني كل موسم ديال الشتاء ديال البرد، بحيث أن كاين الإحصاء الآن ديال 1034 دوار التي تمثل 432 ألف نسمة وموزعة على 22 إقليم، اللي موجودة في مناطق اللي ممكن أنها تضرر بتساقط الثلوج. وهذا البرنامج ديال هاد الدواوير كلها، وهو عند الاقتراب ديال موسم الشتاء كل سنة، إلا وهناك لجان لتتبع تقوم. أولا يمكن نقول لكم في هاد الدواور 80% كلهم وضعنا فيهم يعني مكان اللي يمكن تنزل فيه الطائرة المروحية، بأن عندنا مستودعات جهوية وإقليمية قرب هذه المناطق التي هي مزودة بمواد غذائية وبأغطية، أن هناك يعني واحد الحشد ديال الآليات سواء ديال الدولة أو ديال القطاع ديال الخواص قرب يعني المسالك اللي يمكن لها تكون مقطوعة بالثلوج. وهاد السنة يمكن لي نقول لكم أن يعني ما اضطرينا شيء أن نستعملوا هاد يعني الأكثرية ديال هاد الإمكانيات، لأن الدواوير اللي كانت معزولة لأطول مدة كانت 48 ساعة وتفتحت الطرق، ولكن نحن نتابع بطبيعة الحال هذه الأماكن وهاد الدواوير التي هي مختلفة، لأن عندنا ثلاثة المستويات حسب يعني المدة اللي يمكن يكونوا معزولين فيها، ونحن جاهزين للتدخل في أي وقت. وشكرا. شكرا للسيد الوزير. تعقيب السيد النائب. السيد الوزير، غنذكر بلي أن سبقنا طرحنا نفس السؤال على السيد رئيس الحكومة، واللي كان جاوبنا يلا هاد السنة في هذه الدورة هذه، اللي جاوبنا هو وزير التجهيز والنقل، تكلم على تنمية هذه المناطق الجبلية والقروية، تكلم على صندوق التنمية القروية، تكلم على برامج تاع التأهيل الترابي، على التنمية البشرية إلى غير ذلك. حنا كما يقول المثل الصيني السيد الوزير، علمني كيف أصطاد خير من أن تعطيني سمكة كل يوم. ما يمكنش هاد البرامج الموسمية هي اللي غادي تحل المشكل نتاع التهميش اللي كيعاني منه العالم القروي والمناطق الجبلية والمناطق الحدودية. كاين برنامج سميتوه في اطار التنميه البشريه واللي عطى صاحب الجلاله الانطلاقه ديالو من مدينه جرادة السيد الوزير، اسمه التاهيل الترابي اللي يشمل بالضبط المناطق الجبليه والمناطق المهمشه اللي فيها 22 اقليم. فين وصل لحد الان؟ حتى المسالك اللي جايه في هذا البرنامج ما داتلهاش الدراسه. هذا برنامج من 2011 ل 2015. كيفاش ممكن نفكروا ان هذه المناطق اللي معزوله دابا بالثلوج كيشملها واحد البرنامج لحد الان المسالك ما فيهش والمسالك ما دارتلهاش الدراسات؟ كيفاش نفكروا باللي ان العالم القروي ما فيهش كهرباء في الوقت اللي كنشوفوا الاناره العموميه المدن كلها عندها الكهرباء؟ كيفاش كنفكروا باش نرفعوا الحيف على العالم القروي في الوقت اللي كنديروا التاهيل، كنديروا الرخام في الشوارع والناس في المناطق الجبليه ما عندهمش حتى بئر باش يشربوا الماء؟ ما كاينش تعميم للكهرباء القرويه. الجماعات اللي ممكن تلعب هذا الدور في اطار التنميه
اللي منوطه بها جماعات فقيره وتخلقت فقيره. المناطق المناطق الجبليه فيها اراضي تاع المياه والغابات، هاد الناس ما يقدروا يحطبوا لان الحطب من تما كيتهرب وكيمشي للمناطق الاخرى، ما يقدرش يفلح لان هذيك المنطقه فيها الغابه. كيدير هذا السيد غادي يعيش في ديك المنطقه، ما عندوش الماء، ما عندوش الكهرباء، ما كاينش المسالك، ما كاينش الصحه، ما كاينش التعليم، ما كاينش برامج في الفلاحين لانه محاصر في تلك المناطق. فخاصكم تفكروا كحكومه كيفاش تنميو المناطق. شكرا المحترم. جواب سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. السؤال راه فيه شقين، الشق اللي طرحتوه وهي وما هو البرنامج الاستعجالي للشتاء والثلج. انا قلت لكم شنو التنميه يمكن تذكروا عليها من بعد. انا هي اللي بغيت نقول في هذا الخطاب، راه هذا هو المشكل اللي مطروح لنا. عندما نتحدث عن الثلوج عن العزله كاننا كنهضروا على مغرب اخر. الله يبدي والثلج كاين، هي الطريق كتقطع، الناس راه يعني ما تيموتوا شي بالجوع. راه خصنا لا خصنا نكونوا تنهضروا بالواقع. انا متفق ان المناطق الجبليه خصها تنميه اخرى، ان خصنا تجهيزات اخرى، ولكن ما نعطيوش هذيك الصوره اللي دائما كتعطى اليوم. حتى في الخارج كتدخلوا للانترنت لما كتهضر على الثلج في المغرب كتلقى انفقوا 20,000 مره. الله يا ودي، انفقوا راه في 1600 متر ماشي اكثر، راه عندنا مناطق في 1800 متر، راه عندنا مناطق في 2000 متر وراه عايشه. فاذا تيخصنا نحيدوا من هذا التهويل ولكن نقوموا بما يجب ان نقوم به. وشكرا. شكرا للسيد الوزير.